الغني عن التعريف طبعا كابتن حسين السيد مرشح فوق السن في قائمه الموحده او قائمه كابتن حسين لبيب. بنرحب بيك على يلا كوره. اهلا وسهلا بيكم، شرف لي ان انا في يلا كوره. طبعا يعني ما ينفعش تبقى حضرتك معانا وما نسالكش على الكوره وملف الكوره اللي يعني مؤخرا بقى فيه مشاكل. والله ابدا مش مشاكل، بس هي ناس جماهير الزمالك حابه تطمن، فانا بحاول ان انا على قد ما اقدر اطمنهم، ويمكن في كل لقاء او في كل ندوه او في كل تجمع بنتكلم فيه لما بتيجي سيره الكوره دايما بضرب لهم مثل، لان نفس الظروف دي ومش عايز الناس تزهق مني، ارجوك يعني استسمحوني، دايما بضرب المثل في ايام اللجنه اللي احنا قعدنا فيها 6 شهور اللي كانت في من شهر مايو 21 لغايه نوفمبر، كانت نفس الظروف تقريبا او شبه دي بدرجه عاليه جدا، لان احنا لما رحنا هناك كان في ايقاف قيد برضو وقتها، كان في مستحقات وامور ماليه كتيره واقفه ومتعطله، فنفس الظروف اللي احنا عملناها هناك هندي بس مثل كده سريع للساده الجماهير عشان تطمن. لما جينا في لجنه الكابتن حسين لبيب اللي هي كانت في سنه 21 كان عندنا ايقاف خيل، محدش سمع عنه وما جبناش سيره لحد عشان ما نعملش توتر وننقل التوتر ده سواء للجماهير او للعيبه بالاخص، والناس تبتدي تتكلم وتنسى ان في دوري وشغال وتبتدي تركز في عندنا ايقاف خيل، طب هنعمل ايه؟ ما جبناش سيره. عملنا حاجات كويسه جدا، اول حاجه عملناها عشان اوفر الجو الهادي والمستقر للفريق والجهاز الفني عشان اطالبه بعد كده بنتيجه، كانت اهم حاجه عند اللعيبه واهم مشكله او المشكله يمكن تقريبا الاوحد هي المستحقات. عملنا حاجه ظريفه جدا، كان اللعيب لما يروحنا كان تقريبا كل اللعيبه وصل لها 20% من اجمالي مستحقاته، يوم ما مشينا بعد 6 شهور كان اجمالي مستحقات اللعيبه وصل ل 80%. الاهم من ده ان انت مش توصليه من 20% لغايه 80%، الاهم من دوت اللي احنا لعبنا عليه ان انا ابني الثقه بيني وبين اللعيب. يعني بمعنى ايه؟ كنا بنيجي نقول للعيب انت عليك في يوم كذا هتلاقي القسط الفلاني المبلغ كذا في حسابك محطوط، فهو اللعيب بيجي في اليوم فعلا الفلاني اللي انت قايله عليه بيلاقي فلوس موجوده مره واثنين وثلاثه، فالراجل ابتدى ياخد الثقه في كلامك، ابتدى يقول اه الله الناس دي مظبوطه في الكلام، الناس دي محترمه، اللي بتقوله بتنفذه. واحنا كنا حريصين جدا ان احنا الكلمه اللي بنقولها او الوعد اللي بنوعده اللعيب يتحقق، لان غير كده هيقلب باثر عكسي. فهو خلاص انا بنيت الثقه اللي بيني وبين اللعيب. نقطه تانية كنا برضو بنحاول نريح بيها اللعيبه، بعض اللعيبه بيبقى عندها مشاكل، اللي ما بيلعبش، اللي بيلعب، اللي ليه كلمتين وعايز يفضفض، فكنا بنقعد نسمع للعيبه دي، بمجرد ان انت تقعدي تسمعي له فانت ريحتي وصفيتي ذهنه، فانت كده حليتي مشكله اللعيبه، مستحقاتك خدتها في الوقت اللي احنا اتفقنا عليه وما اختلفناش فيه، بتروح فلوسك في حسابك في اللي اتفقنا عليه، فاوريدي بنيت الثقه، ريحتيه نفسيا، خدي بقى منه في الملعب زي ما انت عايزه. نفس الكلام ده بالظبط، وكان عندنا ايقاف نفس الكلام ده، وجددنا برده، مش عايز انسى برده عشان اخلص من الحلقه بتاعت سنه من لجنه الكابتن حسين في 21، كنا داخلين برده على لعيبه، بعض اللعيبه كان هيبقى من حقهم ان هم يتفاوضوا في يناير بالظبط نفس الظروف، وكاننا يعني عندنا بخت حته يناير مش بتيجي مثلا في شهر 6 في يناير برده كنا احنا في شهر 9 تقريبا او 10 وجددنا، ربنا كرمنا وقدرنا نجدد لاول واحد كان محمود الونش، وبعد كده بعديه زيزو، وبعد كده عبد الله جمعه وامام عاشور كان في يوم واحد، وبعد كده فعلنا بند الشراء بتاع سيف الجزيره، فاحنا حافظنا على قوام رئيسي وقتها لفريق نادي الزمالك. نفس الظروف بالظبط كده، انا مش عايز ابقى مكرر، انما هي نفس الظروف، ما فيش فلوس، لعيبه ما بتاخدش فلوس بقى لها 7-8 اشهر وعندك ايقاف قيد، واللعيبه ما بتاخدش مستحقات، اللعيبه ما بتاخدش، وعندك بقى برضو نفس المشكله، عندك فتوحه داخل على تجديد في يناير، عندك عواد، عندك محمد صبحي، عندك مش عارف، انا خايف اكون ناسي حد، انما عندك بتاع 5-6 لعيبه برضو محتاجين ان انت تجدد لهم في يناير. الرساله اللي انا عايز اطمنها للناس ان نفس الاداء والفكر اللي عملناه هنا ان شاء الله هنعمله هنا. يعني انا دايما بذكر حته اللجنه او ايام اللجنه ليه؟ لان انا ما عملناش سحر، انما شغلنا مخنا وعملنا فكر وكان عندنا خطه وقدرنا ان احنا ننفذها، فاللي عملناه امبارح هقدر اعمله النهارده، ده باسلوب ظريف. فممكن واحد يطلع يقول لي طب منين؟ ما هو انت وقتها كان دبرنا برضه فلوس،
طب عرفت احنا دبرنا فلوس ازاي سنة 21؟ انا هقول لك دلوقتي احنا دبرنا ايه او بنعمل ايه. بقالنا مدة بتاع 3-4 اسابيع عاملين صندوق. صندوق دوت فيه فلوس دولارات ومصري، وهنعمل منه الاتي برضو خاص لفريق الكورة. اول حاجة هندفع الفلوس المستحقات بتاعت اللعيبة عشان صفي له ذهنه، برضو زي ما قلنا اللعيب عايز مستحقاته. طب يا عم تعالى خد مستحقاتك اهي، سواء جنبي او مصري. هدفع الغرامات اللي واقفه لي القيد بتاعت الاتحاد بتاعت الفيفا عشان ارفع عشان اقدر استغل يناير واجيب لعيبة، اعمل تدعيمات. يبقى انا كده وفرت لك الحاجة اللي انت محتاجها كجهاز فني ولعيبة ككرة قدم نادي الزمالك، عشان لما اجي اقدر احاسبك احاسبك صح. يبقى انا وفرت لك اللي انت عايزه حضرتك، تعال بقى عشان لما احاسبك احاسبك مظبوط.